السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رحبوا بجميع المشتركات والمتابعات الغاليات، جمعة مباركة. لأول مرة تشوف في القناة، قناة أم نادير، ترحب بك. ما تنسيش الأبوني وتفعيل الجرس باش يوصلك الجديد فيديوهاتي. تشوفوا حبيبتي، اليوم عندنا مشروع بالسكاي، هذا تاع 30 ميل. نادير ولدي سكوت، هذا تاع 30 ميل، قطعة صغيرة فقط. يعني إذا بغيتو ديرو بروجي أكيد راح تشرو متر ولا متر ونص، يعني أنتي على حسب ما بغيتي ديري في لاسيغي تاعك. راح نخدمو ناب، راح نخدمو لاكيبيغ. إذا كنتو بديرو أن بروجي، إذا كنتو راح نديرو بروجي خدمو بتاع 12 ميل 10 ميل للمتر باش تخرجكم. يعني ما تشروش الغالية، حاولوا تختاروا شكل شباب. الالوان حاولوا تختاروا البلون، بلون كاسي، غوز باتي، المارون، هادو اللي يخرجوا في ليناب. بعدوا على الالوان الفونسي، يعني كيما الازرق وكاع هادوك، بعدوا عليهم في ليناب. نروحوا الان الى طريقه اليوم اسهل ما يكون. عندي القطعه تاع السكاي طبقتها على 4، بعد ما طبقتها عندي 28 سنتيم، هنا 25 سنتيم عرض. هنا اختياري الطول والعرض، يعني بغيتي ديريها اون ناب في لاكوافيز ولا في الطابل تاع الصالون ديريها اكبر، يعني لكم الاختيار، انتما تدو الفكره. هنا ثبتها بالدبابيس، سقمتها كاع قصيتها يعني جوست. شنو نديرو الان؟ نحوس نقلع الجزء الوسطاني. هنا الشكل اللي بغيتوه تحط رسموه، بغيتو معين، بغيتو اي شكل، اي شكل راكم باغيين يخرج لكم في الوسط ترسموه. انا حنقطع، يعني بغيتها عشوائي هذا الشكل، بغيتها تخرج لي في الوسط بهذه الطريقه، يعني هاك وهاك مقروضه، هذاك الفيستون تاعها للداخل مش مستقيم. دوك نقطع هاد القطعه، يعني من الاحسن ندير منها نفس، من الاحسن 8 سنتيم ندير نفس القياسات. يعني انا درت عيني ميزانية راها خرجت لي كيف كيف 8 سنتيم، بالرغم ان الطول والعرض ما همش كيف كيف، لكن لا علينا نروح منا. الرسم الشيرات، الرسم يكون على القفة تاع السكاي، الرسم توجور على القفة تاع السكاي، يعني الخلف الظهر تاعه. نروح كيما راه، نقلعو الدبوس، نقلعو هاد الدبوس اللي هنا وهنا. هاد ليكوان بعد بغيتو نتوما تخلوهم كاري، نتوما اللي تحدوهم كيفاش. هذا الشكل اللي كنت باغيته انا، هذا هو الشكل، نستحق القطعتين في اثنين. والشكل الثاني ها هو، هذا الشكل الثاني. الان شنديرو؟ خلو هادي بجيه من بعد نفهمكم شنزيدو نديرو. الان نروح هادي نخيط عادي جدا، هاد الكيبيغ، هاد لاكيبيغ بهاد الشكل، هاد الشكل. يعني ونقطع، مادام هادي بياس نقطع ونعاود نجيب هنا ونخيط بهاد الطريقة. شوفوا غير هكا وخرجت شابة، بعد مازال ما كملناهش. لاكيبيغ تطبع بزاف، هاد لاكيبيغ هادي وقادرة ديروها في وسط هكا في وسط لاناب. هنا انا مين باغي نزيد لها قطعة، كنت قادرة نسيي ندير كوان يخرج لي هنا، كون درت دي بياس قطعتهم عادي، لكن انا عادي خليتها هكا. دوك نشوفو شنو نزيدو نديرو. نحكمو هاديك القطعة اللي خليناها، نرجعو نعاودو نطبقوها على 4 ولا من الاول تخلوها على 4، انا فقط راح نوريكم الشكل. بعد ما طبقت هذيك القطعه على 4 وجدتها، نجي نحطها ديريكت هنا وين المكان اللي قطعنا منه، نحطوها جوست. نشوفو عرض هاد لاكيبيغ اللي بقات لنا، هو نفسه اللي راح نقلعوه، فهمتوا؟ وي حنجيبها من هاد الكوان، يعني حتى الكوان هذا،
هاي القطعة هي اللي راح نقلعها، لأنه هذا هو عرض لاكيبيغ، يعني كل العرض تاع لاكيبيغ تاعكم هو نفسه اللي تروحوا وتنزعوه. شوفوا بعد ما تحصلنا على اربع قطع هذوك اللي قطعناهم، الان شنديرو؟ نجو هنايا، يعني نحاولوا فقط واحد سنتيم نخيطوا فوقهم هنا هادو، ها هكا كليا فوت عليهم بخياطة. شوفوا نجيبوا كاع القطع نستفوهم نخيطوهم هنا، يعني بهاد الطريقة. هنا الى اضطريت راح نزيد دي بيس، يعني نزيد اون بيس في كل كوان، مانيش عارف دوك. شوف الى بقى الفيديو يبان بزاف حنزيد بهاد الطريقة، يعني سهلة جدا. هذا الشكل كما راكم تشوفوا، هذا الشكل. الان نخيطو هنا، كل قطعة نخيطها مع الجهة المناسبة تاعها. شوفوا هاني هنا بعد ما لصقتها، هنا نصيحة، يا اما ترسموا في هذا وين رايحين تمشوا، يا اما ثبتوا كيما درت انا بالدبابيس، لانه انا الاولى خيطت وخلاص لقيتها تعواجلي وحسبتو حين راني نصور انا حبست التصوير وما على باليش بلي ما عاودش درته يسوي اي فيلمي. حاجه واحده اخرى، وانتم تخيطوا شدوا الجهتين في التنين. شنو الان نديرو؟ نروحو نعاودو ندورو على هذا الكاري اللي خليناه، خلاص مفهوم. دوك نعاود ندور انا على هذا ونشوفوها في الشكل النهائي حبيبتي مع سعر البيع. هذا هو الشكل النهائي، هذه هي لاكوبيغ قربتها لكم، معناتها اللي تبغي تشري يا درا يا درا كي جاتكم دايره. انا صراحه عجبتني، تحفه اروع ما يكون، يعني تحس بيها مشريه من برا من هادوك الغاليين. شوفوا هنا لاكوبيغ تدي لكم 3 مترات وعشرين سنتيم، مع نصف متر تاع سكاي تخدم لكم زوج، نصف متر يخدم لكم زوج، 3 مترات وعشرين تخدم لكم ناب وحده تاع هاد لاكوبيغ. هنايا تنقام لكم سلعه 36000 تاع هادي، 36000 تاع حتى 40000 يعني وعشرين سنتيم هذيك، والسكاي نصف متر طيح لكم واحد 55000، تقدروا تبيعوها من 70000 حتى 80، من 70 ل 80 عندكم فايده، من 15000 حتى عفوا فايده 20000 حتى 30000، ما تكلفش وما تعبش، يعني ميم با 10 دقائق تكوني خدمتي اوناب بهذا الجمال. يعني حبيباتي ما تبخلوش عليا بالجيم والكومونتير رايكم، خلوه لي في الاسفل في الكومونتير، واللي مشي ابوني تابوني في لاشين وتفعيل الجرس باه دائما يوصلكم جديد فيديوهاتي. سلام حبيباتي ودعواتكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.